من 18 سنة لليوم لا يزال برنامج كلام الناس يتصدر البرامج الحوارية السياسية بلبنان. وبمناسبة عيد كلام الناس 18 نظمت جامعة بيروت العربية ندوة بعنوان قصة نجاح، تم تكريم مرسال غانم خلالها بحضور رئيس الجامعة وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية. بأسلوب وأداء ومهنية ترفع له القبعات وتتجه إليه الأنظار مساء كل خميس. سنة تطرق فيها البرنامج لأبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واستطاع لعب دور صلة الوصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. مساء الخير من باريس، من جامعة سيدني في أستراليا، مقر المطرانية المارونية في البرازيل. مجموعة لبنانيين مقيمين في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية حقق الأمنيات اللي كتار اعتبروها مستحيلة. رح نشوف سوا مباشرة على الهواء كيف رح يتحقق حلمه لأيمن. حلو الإحساس يكون اسمك عم بيرحبوا فيك بالأوبريشن روم تبع النازا. ووصل إلى أبعد الدول من كوريا الجنوبية والصين، حيث سلط الضوء على حضارات وتجارب ناجحة. بشنغهاي منطقة لوجيازوي منطقة تجارية وسياحية. رغم الحداثة والتطور لا تزال كوريا الجنوبية تحافظ على تاريخها. بعد 14 ساعة من الطيران المتواصل وصلنا إلى البرازيل. عربيا كان البرنامج سباق بمعالجة ملفات المنطقة والأقليات من العراق. المسيحيون هنا في العراق منذ القرن الأول الميلادي. مصر، احنا فاتحين قلبنا ودراعتنا وصدرنا للي يحب يموتنا. وفلسطين، لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي. وما مننسى مرضى السرطان والسيدة وأهالي المفقودين والأسرى المحررين اللي كان البرنامج أول المعزين والحاضن لألهم وقضيتهم. كلام الناس تميز أيضا بفتح الملفات ومعالجتها بحرفية عالية، ومنها ملف الغذاء اللي أطلقناه بالعام 2009 ولا يزال صداه حتى اليوم. بالسياسة كلام الناس كان رائد الحوارات السياسية الحصرية من رؤساء جمهورية إلى رؤساء حكومات ومؤسسات الدولة اللبنانية. أيضا كان لنا لقاءات حصرية مع ضيوف استثنائيين من لبنان والعالم، ومنهم نسيم طالب، كارلوس سليم، فيليب سالم، شارل العشي، جوليان أسانج، أمين معلوف، كوفي أنان، لولا دا سيلفا وكتار غيرهم. كذلك بذكرى 18 سنة قدمت الفنانة التشكيلية مايا سالم يزبك منحوتة خاصة كتب فيها: لا تليق الحرية إلا بأنامل صاحب اليد الذهبية، قلمه الصادق واحترافه جعلاه أيقونة إعلامية، فكان كلام الناس وما يزال يحتل الأولوية. اللي بدنا نقوله بنقوله إلك، حتى أنت تقوله للرئيس للملك. تفضل يا مرسال ضوي على الأحوال، والحق بينقال صوتك يا مرسال واصل للفلك. قول ولا يهمك قول، وإن شاء الله عمرك بيطول. قول ولا يهمك قول، وإن شاء الله عمرك بيطول، حتى تبقى إلنا وحتى نبقى إلك. اللي بدنا نقوله بنقوله إلك، حتى أنت تقوله للرئيس للملك. تفضل يا مرسال ضوي على الأحوال، والحق بينقال صوتك يا مرسال واصل للفلك. We'll be right back.
مساء الخير، يعني شكرا لفيليب أبو زيد على هذه المفاجأة. بعد اليوم يبلغ كلام الناس عامه 18، بمثل اليوم قبل 18 عاما بدأ مشواري معكم في كلام الناس، واليوم نحن على الهواء. قد يكون أحلى تكريم جاءنا هو منكم، من رسائلكم، من محبتكم، من ورودكم. ومن الطالب في جامعة روح القدس في الكسيب جيمي فياض الذي سنختم بتقريره حلقة اليوم. طبعا ومن مايا يزبك بلوحتها التشكيلية مزينة بكلمات ريتا منصور. أما التكريم الأجمل فجاء بالأمس من جامعة بيروت العربية، وهو الأرقى والأحلى والأحب إلى القلب، فشكرا لجامعة بيروت العربية التي فاجأتني بهذا التكريم. وفي البداية أيضا تحية إلى بيير صادق الزميل الصديق اللماع المبدع الخجول المتقي ذكاء وحبا وعنفوانا وكبرياء وثورة وهدوءا وتمردا وسخرية. رحم الله بيير صادق، وتعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه والصحافة اللبنانية والعربية. وبعد وسط حالة الانتظار لولادة الحكومة ووسط الكلام عن التمديد القادم لمجلس النواب، الجهاد في سوريا هل هو جهاد سني في مواجهة جهاد شيعي إذا صح التعبير؟ وماذا عن طائرة أيوب ثانية اليوم نفى الحزب إطلاقها فيما إسرائيل تهدد؟ هذا في المحور الأول مع الشيخ سالم الرافعي ورئيس اللقاء الإعلامي اللبناني الأستاذ غسان جواد. أما في المحور التالي فأستقبل في الاستوديو النائب روبير فاضل لنسأله في السياسة، كما لنستقبل معه الشباب الذين كرمتهم بادر، شباب أبدعوا بمشاريعهم المستقبلية. وننتظر من الدوحة مع هالة روبير فاضل نتائج مباريات الـ MIT، حيث هناك لبنانيون يتبارون صورة من إبداع لبنان في الداخل والخارج. سؤال ويب سايت، هل أنت مع الجهاد في سوريا، نعم أم لا؟ بداية شيخ سالم مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور أستاذ مارسيل، أهلا وسهلا فيكم. شيخ سالم، كمسلم كعربي، هل أفرحك قيام طائرة وتحليقها فوق إسرائيل رغم أن حزب الله يعني نفى إطلاق هذه الطائرة فيما إسرائيل أكدت إسقاطها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل شيء أستاذي الكريم، كل شيء يؤذي إسرائيل يفرحنا، سواء كان من حزب الله أو من غير حزب الله. يعني المهم بالنسبة لنا إزاء العدو المغتصب للأرض والمغتصب للعرض. إذا كان من حزب الله نفرح بذلك ونشكر حزب الله على ذلك، وإذا كان من غير حزب الله أيضا نشكرهم. فعندنا الهدف هو الأساس، وليس نطعم بالذي يرسل من أجل مذهب أو معتقد. شيخ سالم، رغم أن حزب الله نفى بعض الظهر، إلا أن ثم التقارير كانت تتحدث عن أن حزب الله يعني قد يكون أطلق هذه الطائرة يعني إلهاء الرأي العام عما يحدث في سوريا وعن قيامه بعمليات داخل سوريا، شو تعليقك؟ ما يحدث في سوريا جرائم لا يمكن لطائرة أو أخرى أن تلهي العالم عما يجري في سوريا. ما يجري في سوريا عار في جبين التاريخ وفي جبين الأمم المتحدة وفي جبين العالم الغربي الذي يدعي أنه يحمل لواء الحضارة والإنسانية، ويدعي بأنه يحمل حق الشعوب في تقرير مصيرها وحق الشعوب في الحياة. الشعب السوري يذبح منذ سنتين فأكثر والعالم لم يحرك ساكنا. لا يستطيع أحد لا بطائرة ولا بغيرها أن ينسي الناس ما يجري في سوريا من مذابح. غسان جواد رئيس لقاء الإعلامي، يتحدث الشيخ سالم الرافي عن مذابح يقوم بها النظام في سوريا. أنت كنت في سوريا مع أحزاب وفد اللقاء الأحزاب المسمات وطنية، وأنا كنت لوحدي، التقيت فيهم هناك، التقيت فيهم، كانوا كتار يعني. نعم يعني كنت مبسوط أنك طالع على سوريا. نعم يعني كنا بدمشق ومراقب يعني لهذه المذابح التي تحدث عنها. يعني مذابح كلمة كبيرة، يعني نعم هنالك مذابح ولكن ترتكبها الجماعات التكفيرية في سوريا. نعم. وهذه المذابح بدأت منذ بداية الأزمة السورية من خلال قطع الرؤوس والحرق والسلخ وكل المفردات التي تعود إلى نتيجة القرون ماذا؟ الوسطى يعني. نتيجة ماذا هذا؟ يعني نتيجة هذه ثقافة وافدة أستاذ. هذه ثقافة وافدة على المنطقة، وافدة من
يعني فكر سلفي تكفيري وافد على منطقتنا، الإسلام الشامي وإسلام معتدل وإسلام وسطي ومتسامح، ولم نكن نرى هذه الظواهر في السابق. بس بدي أقول شيء بخصوص الطائرة، حزب الله أعلن عن طائرة أيوب. نعم. ولو أنه أرسل هذه الطائرة لكان تبناها. يعني إذن هذه الطائرة أتت من العدم؟ يعني مين يعني؟ نحن لا مش معنيين نعطي العدو مبررات يضربنا أو يعتدي علينا أو يراكم ملفات. يعني يعني ممكن يكون حدا طلب من الحزب أنه ينفي مثلا؟ لا، حزب الله أعلن سابقا، يعني أعلن طلع طيارة وأعلن. أو يمكن ندم، حس أنه ممكن تكون في ردة فعل إسرائيلية كبيرة. هذا تحليل سوء نية. لا مش سوء نية، عم نحلل أنا وياك. أنت شو بتشتغل، مش محلل كمان؟ بلى. بس عم بقول لا أنه ما ندم، أكيد ما ندم. يعني أنه طلع طيارة. مين طلع الطيارة؟ إذا واحد طلع طيارة واحدة من إمكانياتها أنها تسقط. في مسألتين، أو أن الطيارة ما طلعت وإسرائيل عم بتنبش على عذر ما. نعم. أو أنه هالطيارة طلعت وتراجع حزب الله عنا، أو في حدا جهة تاني. أنا اللي بعرفه أنه حزب الله نفل. بالمقابل إسرائيل لماذا تقوم بذلك؟ هي تجمع الذرائع لإمكان الاعتداء على لبنان بأي لحظة. يعني بس ليش اليوم؟ مش مستبعد. ليش اليوم؟ يعني في هذا الموضوع بيلهي الرأي العام عن موضوع المجازر بسوريا. شو قال مصلحة إسرائيل؟ لا لا، المنطقة كلها عم تغلي استاذ مرسال، مش بس بسوريا. طيب خليني أرجع للشيخ سالم. شيخ سالم، هل حضرتك سترسل ابنك إلى الجهاد في سوريا؟ أخي الكريم، ابني صغير، وإذا إن شاء الله تعالى صار عمره فوق 18 سنة أو 17 سنة وكان قادرا على الجهاد سوف أرسله، ولكن إن شاء الله قبل أن أرسل ابني سوف أذهب بنفسي بإذن الله تعالى. إمتى بدك تروح شيخ سالم؟ ونفس الإنسان أعز، إن شاء الله عندما يتهيأ الجو للشباب وييسر لنا الأمور في الداخل بإذن الله تعالى. رئيس الجمهورية دعي إلى منع المقاتلين من الذهاب إلى سوريا، هل حضرتك تتمرد على دعوة رئيس جمهورية لبنان اللي عم بيقول ما لازم يروح مقاتلين يمكن من حزب الله وحتى من السلفيين؟ لما رئيس الجمهورية لما وجه، كنت أتمنى أن يوجه هذا المنع إلى حزب الله الذي أرسل أرتالا وآلاف الشباب ليذبحوا الناس في سوريا، ليذبحوا الشعب السوري ويغتصبوا النساء. رئيس الجمهورية لو وجه هذا النداء للحزب قبل أن يذهب، والآن لو وجهه الحزب لا يسأل عن رئيس الجمهورية. فاليوم نحن لا نذهب من أجل القتال لحبنا للقتال، نذهب لندافع عن المستضعفين، عن النساء التي تغتصب والأطفال التي تذبح. نتمنى على رئيس الجمهورية بما يملك من قوة وقانون أن يمنع حزب الله من الذهاب إلى سوريا وأن يأمره بالرجوع إلى لبنان إن كان قادرا على ذلك. لا أن يقوم الجيش اللبناني على مرأى منه ومسمع يرى آليات وفانات وسيارات حزب الله تذهب إلى سوريا ولا يستطيع أن يفتشها بل يباركها ويسلم عليها. ولكن هنا الرئيس سعد الحريري أيضا اعتبر أن هذه الدعوات إلى الجهاد تخدم النظام السوري وبشار الأسد. لماذا تثبتون أن المعركة سنية شيعية سنية علوية؟ ليش عم تعطوا حجة أيضا للنظام من جديد؟ أستاذ مرسال، اليوم حزب الله لما ذهب إلى سوريا هو يدعي بأنه يدافع عن كرة لبنانية شيعية. الآن أنا إذا أردت أن أذكر لك أن حزب الله اجتاح كثيرا من الكرة السورية التي ليس فيها لا لبناني ولا شيعي. أذكر لك بعض الأمثلة مثل البرهانية والعثمانية والخالدية والرضوانية وغيرها من الكرة. ويمكن لأي إنسان سوري يعرف في هذه المناطق أن يخبركم عن ذلك. إذن الذي بدأ بالفتنة السنية الشيعية هو حزب الله. أما جهادنا نحن فقط للدفاع عن المستضعفين، ليسوا من السنة فحسب، حتى عن المسيحيين وحتى عن الشيعة المظلومين. الله تعالى أمرنا بنصرة المظلوم. بعدين بالنسبة لكلام الشيخ سعد الحريري يقول بأنه هذا يخدم النظام السوري أو غيره أو يثير الفتنة. لما قام الشيخ سعد بطلب المحكمة الدولية قيل له بأنه هذا يثير فتنة بين السنة والشيعة وأن هذا يستفز حزب الله، فلماذا لم يوقف المحكمة؟ لا نستطيع نحن أن نقول بأن هذا الأمر يثير فتنة أو يستفز حزب الله نتركه ولو كان حقا. يجب أن نمضي بالحق ونبين الحق للناس وندافع عن المظلوم سواء هذا اعتبره الناس فتنة أم لم يعتبره فتنة. الفتنة هي اللي الله تعالى بينها، هي قتل الناس وظلم الإنسان
وذبح الأطفال واغتصاب النساء، السكوت عن هذا الحق والدفاع عن المظلوم هو الفتنة. السكوت عن الدفاع عن المظلوم هو الفتنة. غسان جواد، يعني في منطقة ليس هنالك فتنة سنية شيعية، هنالك صراع سياسي. المقاومة ومن تمثل ومن ضمن حزب الله، يعني عم بتعترف انه هذا صراع سياسي؟ نعم، صراع مش سياسي. انه في مقامات دينية عم بيدافعوا عنا وفي قرى شيعية؟ بجزء منا في مقامات دينية، وهذا جزء منا او كله؟ لا لا، بجزء منا مقامات دينية، ولكن الحديث يعني عن فتنة سنية في كله. شو عم بيعمل حزب الله؟ شو له حق يتدخل فوق؟ استاذ مرسال، فتنة سنية شيعية كلام يعني لا يستقيم مع الواقع. هنالك مجموعات تكفيرية ارهابية سلفية تنتمي الى فكر وهابي تكفر الجميع، الشيعي والسني المختلف والمسيحي والدرزي والجميع. وبالتالي هذه معركتنا ليست الآن، بل شي من 70-80 سنة، والآن بعض ظواهرها. معركة مين؟ معركة هذه المنطقة والاعتدال في هذه المنطقة وكل المذاهب مع هذا الفكر المتطرف الوافد إلى المنطقة، الآتي من السعودية والذي تموله دول عربية كثيرة الآن. هلأ السعودية عم بتمول إرهابي؟ لا لا، هلأ السعودية لا، أقول آتي من السعودية، هذا الفكر الوهابي آتي من السعودية. ليش؟ من هلأ يمكن القطرية هالأيام عم بموله، ما بعرف. بس أنا بدأتك يا أستاذ، أنه اللي صار بي 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 بأمريكا جمعة الماضي، هذا شو من وين جاي؟ هذا جاي من طبعا هذا فكر سلفي واصل له. طيب انه شو خاص؟ ليش عم بتحدد دولة مش دولة اخرى؟ منشأ نعم. هذا الفكر هو المملكة العربية السعودية الوهابية، محمد بن عبد الوهاب. اكثر دولة حاربت هذه التيارات هي السعودية، يعني الفئة الضالة بسموها. خليني طبعا خليني لك، هذا الأمر بدأ منذ اجتياح العراق حتى الآن، العمل على الفتنة السنية الشيعية لتطويق محور المقاومة. خليني أقفز فورا لأنه ما معنا وقت كتير على الملف السوري. حزب الله لم يتغير شيء في موقفه، هو الآن على الحدود في الهرمل يدافع عن 20 قرية لبنانية، منهم مسيحيون وشيعة وغير شيعة، انتهكها المسلحون التكفيريون وذبحوا وقتلوا وهجروا الناس، وهيهم المهجرين موجودين بالهرمل هلأ من جميع الطوائف. ثانيا المقامات، شفنا تقارير موجودين أبعد من هذه المناطق الحدودية، موجودين بقلب الداخل جوا، شفنا تقارير صحفية. اسمح لي، إذا بموضوع المقامات، المقامات مشكلة إسلامية، مشكلة إنسانية أيضا، مشكلة إنسانية مع هذا الفكر منذ القديم. يعني عنا نحن هذه بالثلاثينات عم بينحكى فيها يدمرون شلة آل سعود، يدمرون الأضرحة، مش آل سعود، الوهابية خلينا نقول بالثلاثين هذه. نعم أوكي، هذا من الثلاثينات مدمرين ضريح النبي ومدمرين أضرحة الصحابة، وهم لا يؤمنون بهذه المقامات ويعتبرونها بدعة، وكل بدعة ضلال وكل ضلال في النار. هذه مسألة. المسألة الثانية أنهم منذ أن خرجوا في المنطقة ذهبوا وقاموا بمجازر في العراق في النجف، هدموا الأضرحة في النجف، لدينا سوابق معهم. كل شيعي اليوم ينظر إلى السيدة زينب وإلى السيدة سكينة وإلى السيدة رقية بأنهم من مقدساته، وهم موجودون في نطاق ضيق يدافعون عن هذه المقامات ويمنعون الفتنة. لانه اذا جرفت هذا كلامك يمهد لهذه الفتنه يا استاذ غسان، يمنعون الفتنة. انت بمجرد عم تستذكر كل هذه المحطات، انت عم تذكر الناس انه هذا الصراع هو صراع شيعي سني بحت. كلا، الصراع انساني سلفي مسيحي تكفيري، درزي تكفيري، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء. استاذ غسان اسمح لي، اسمح لي استاذ غسان، عم بيقول كان حضره الشيخ سالم، وطبعا ما بيحب يدخل بنقاش، انه اخر شيء لو ما يكون في هذا النظام عم بيعمل مذابح ما بيضطروا كانوا الناس يقاتلوه، ولو ما طلع حزب الله لفوق ما اضطروا كمان المسلمين الاخرين يحكوا بالجهاد ويطلعوا. ليش بده يطلع؟ ليش بده يطلع حزب الله قبل ما يطلع؟ قبل ما يطلع بالمخطوفين بإعزاز، ليه خطفوهم؟ مش لأنهم شيعة؟ قبل ما يكون حدا تعاطى بالموضوع. صرنا سنتين نقرأ تقارير عن تدخل حزب الله وإيران، حزب الله وإيران، ولم يأتوا بصورة واحدة تؤكد هذا الأمر. هذه في قريتين أستاذ مرسال اسمه النبل والزهراء بحلب، محاصرين بكبولهم الأكل بالهوليكوبتر بالطيران، هذه محاصرين ليل لأنهم شيعة. هذا الفكر آت إلينا إلى المنطقة بفكر تكفيري يخيف جميع الاقليات. حزب الله الان بدفاع عن حزب الله، ليش ما اعلن بشكل شفاف من اول نهار انه هيدي المعركه نحن داخلين فيها؟ ليش ما اعلن؟ لم يدخل حزب الله في المعركه بين السوريين،
هو يدافع عن اللبنانيين في الأراضي الحدودية بين لبنان وسوريا والمقامات. بس اسمح لي كلمة هون هون بس كلمة. بدي أرجع للشيخ الصوفيين المقامات الصوفية بليبيا لماذا تدمر؟ المقامات الصوفية بمصر تدمر. يعني المسألة مش سنية شيعية شيخ سالم، ما زال المسألة مسألة حدودية كما يتم التصوير لها ومسألة مقامات دينية. لماذا أنتم أعلنتم الجهاد؟ أخي الكريم، أول شيء بالنسبة للمقامات الدينية لا يمكن أن يكون مقام مهما بلغ أغلى من دم الإنسان وأرض المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، هدم الكعبة أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. هل نحن نبرر هذا الذبح للنساء والأطفال واغتصاب البنات نبرره من أجل الدفاع عن المقام؟ هذا لو كان هناك افتراضا انتهاك للمقام، ليس هناك انتهاك لأي مقام. السيد زينب هذه معظمة عند السنة والشيعة وبقيت في مقامها موجود قبل هذه الفتنة، لم يتعرض لها السنة. خليني اسمع تفضل. نعم، لم يتعرض لها السنة من قبل، ولم نسمع بأي خبر أن هناك مقاما تدنس في سوريا أو تعرض له. فنحن الآن نتوهم أو يوهمون الناس أن هناك مقاما هنا أم هناك سوف يتعرض لسوء، خرجنا نذبح النساء والأطفال لندافع عنه. هل المقام أغلى عند الله من قتل النساء من النساء والأطفال؟ هذه قضية. ثم ما علاقة دارية وقابون؟ هذه مناطق ليس فيها مقامات. حزب الله موجود في حما، موجود في حلب، موجود في دارية، موجود في القابون، موجود في كثير من القرى السورية. مش صحيح يا شيخ، مش صحيح. أنت رجل دين، يجب أن تتكلم بكلام. يا أخي اليوم سألنا السوريين، سألنا السوريين قالوا لنا ذلك في داخل الثورة السورية. الأمر الثاني، سبب دعوتنا للجهاد أربع دوافع. الدافع الأول وهو الأهم، الدفاع عن المظلومين. جاءتنا نداءات استغاثة من النساء والأطفال في القصير. بالأول كان الشباب يستأذنوننا في الجهاد، نقول لهم ليس هناك داعي، الإخوة يقومون بالكفاية. النساء استغاثت بنا والأطفال، فقلنا لهم الآن وجب الجهاد لأنه نقص الكفاية في القصير. هذا السبب الأول. السبب الثاني، نحن نعلم أن هناك مخططا إيرانيا في مراده إقامة دولة طائفية علوية على الساحل السوري وربطها بالمناطق الشيعية في لبنان، فلذلك هذا سوف يؤدي يخدم المشروع الإسرائيلي. حين تقسم بلادنا، هذه البلاد تقسم إلى دويلات طائفية. الأمر الثالث، إذا تمكن حزب الله والجيش السوري والحرس الثوري الإيراني من السيطرة على القصير وعلى حمص وربط هذه المناطق بعضها ببعض، فسوف تصبح طرابلس والشمال وعكار كلها بين فكي حزب الله من الشمال والشرق والجنوب. أخي الكريم، نحن اليوم حزب الله إذا كان يسيطر على 70% من لبنان، نعيش في اضطهاد كبير. شبابنا في السجون 7 سنوات 8 سنوات، لا نستطيع أن نتكلم فيهم، لا أحد يسأل. الأمر الثاني، بلدنا مهمش في طرابلس والشمال، ما في تنمية. الأمر الثالث، ما في عندنا أمن في بلدنا، كله بسبب هيمنة حزب الله 70% على الدولة. كيف لو سيطر 100%؟ سوف يذبحوننا كما يذبحون السوريين. نحن في إعلاننا للجهاد إنما ندافع أيضا عن طرابلس وعن عكار وعن وادي خالد وعن أكروم. ثم أخيرا، لو أننا سمحنا بأنه الآن حتى لا تكون فتنة فليذبح النساء والأطفال في سوريا، حتى لا تكون فتنة واستفزاز لحزب الله، غدا بعد إتمام الذبح عليهم سوف يقولون أكروم أيضا داخل في هذه المنطقة فيذبحون أهلها، يقولون لأهل طرابلس لو سمحتم لا تتدخلوا حتى لا تكون فتنة في طرابلس. ثم يأتون على ذبح المسيحيين. يا شيخ تعال إلى كلمة سواء، اضمن لي الآن بأن لا يتم الاعتداء على القرى اللبنانية في الحدود السورية، وأضمن لك بأن حزب الله لا يقاتل. السيد حسن نصر الله خرج منذ عام وطالب الدولة وطالب الوجهاء في المنطقة بأن يحموا اللبنانيين في هذه المنطقة. خليني أرجع لك لإلك أستاذ غسان قبل ما أسأل السؤال الأخير لحضرة الشيخ. بدك تعلق حضرة الشيخ جوابا أستاذ مارسيل. تفضل. جوابا للأستاذ غسان، اليوم قرأت رسالة الرئيس الائتلاف الوطني الأخ الكريم معاذ الخطيب، يقول أنا أعطي ضمانا لحزب الله ولجميع الشيعة بأنه لن يتعرض شيعي واحد
لا لبناني ولا سوري في مناطق الجيش الحر لأي اعتداء ولا أي مقام بشرط أن ينسحب حزب الله من سوريا. هون ليش ما نعم. ليش ما بينسحب حزب يعني الله من سوريا؟ أولاً في شوية خاصة أنه يا أستاذ غسان بدي أسأل السؤال الأخير لك والسؤال الأخير لحضرة الشيخ. في مليون سوري وأكثر فاتوا على البلد. نعم. ماذا لو هذا الموضوع عمل احتكاك يا أستاذ نتيجة ما يجري أنه آخر شيء الحزب موجود هون وأخواننا من سوريا موجودين هون، بتحملوا آخر شيء احتكاك أيضا بلبنان، خاصة أنه يعني حرب لبنانية لبنانية تدور على الأرض. نعم. السورية كمان. أولا الكلام عن ذبح وقتل واغتصاب، يعني هذه عناصر حزب الله، وحزب الله أرقى من هذا الكلام ولا يمكن أن يقوموا بهذه الارتكابات، وليس هنالك دليل، وأنا أربأ بالشيخ أن يتهم الآخرين بدون دليل. وها من ميلي، من ميلي الثاني، إذا كان السيد معاذ الخطيب والشيخ والجميع يعطون ضمانات لهذه المناطق في الحدودية في الهرمل من الجماعات التكفيرية وليس الجيش الحر، حزب الله لا يقاتل الجيش الحر في هذه المناطق، يقاتل الجماعات التكفيرية. أما بخصوص المقامات هو موجود بشكل محدود، وعندما تستعيد الدولة سيطرتها على هذه الأمكنة حزب الله يخرج، وهو في بتواجده يمنع الفتنة. لماذا؟ لأنه إذا هدمت هذه الأضرحة وتم تفجيرها كما تم تفجير مقامات الإمامين في السمراء، قد يتم شحن النفوس وقد يتم الذهاب نحو فتنة. ولكن بدي أسأل الشيخ شو تعليقه على هاي الصورة مثلا، حاطين أنا نصيري هادي بطرابلس، أنا نصيري كذا، الشاب اللي ربطوه برقبته ويعذب وينكل به لأنه علوي، هل هذه هي هل هذا هو مراد الثورة السورية؟ هل بهذه الصورة تبشروننا بهذه الثقافة؟ يعني هو بدي أسأله للشيخ يعني سالم، يعني ليش ما عملت فتوى حضرة الشيخ يعني تدين ما جرى أو تحرم ما جرى بحق هذا المواطن العلوي السوري اللي اقتيد على مدى ساعات على مرأة من قوى الأمن الداخلي ومن الجيش اللبناني ومن مواطنين في طرابلس، 3 ساعات اقتيد كالحيوان في طرابلس، شو تعليقك؟ أستاذي الكريم، أنا أول شيء أستنكر بشدة ما هذا المشهد الذي جرى في طرابلس، أستنكره بكل شدة وأقول إن الشرع يحرم هذا. الأمر الثاني، لماذا يجري هذا أخي في طرابلس والجيش موجود والدولة موجودة والدرك، لماذا لا يمنعون؟ هم يريدون أن يصوروا أن البلد إرهابي، ويمكن هذا الذي فعل ذلك يكون من قبل المخابرات أو بعض الأجهزة الأمنية. لماذا لا يمنعون؟ نحن نستطيع، إذا أعطونا رئيس الجمهورية يعطينا الإذن نستطيع أن نمنع هذه المظاهر، بس لا نفعل ذلك بدون إذن الدولة حتى لا يقولوا أمن ذاتي. لكن هؤلاء الشباب يحرضون يا شيخ التجليل. الخطاب السياسي الذي يجري تعبئة الشباب به هو الذي يدفعهم نحو هذا الكلام مع شيخ سالم. يعني الخطاب أبداً. الطائفي خطب الجمعة البث التحريض المذهبي، يعني أنا أرجو منك وأريد أن نخرج بهذه الحلقة من أن نتفق على أن الصراع السني الشيعي يخدم المشروع الإسرائيلي. عندما نتفق على هذا الأمر نستطيع أن نبني للمستقبل لنجنب أنفسنا هذا الكأس المر. حضرة الشيخ ما قال أنه في صراع سني شيعي، عم بقول أنه هؤلاء ضد النظام، ما بيحكي عن صراع نعم. سني شيعي. ولكن هودي اللي خطفوا بالبداية ال11 لبناني خلص وقتي حضر الشيخ، كلمة واحدة، هل تدين خطف المطرانين إبراهيم ويازجي في سوريا؟ شو تعليقك بكلمة واحدة عما يجري وعما جرى؟ أستاذي الكريم، أنا أدين خطف كل إنسان بريء سواء كان شيعيا أم سنيا، طفلا أم امرأة، مسيحيا أو غيره، حتى المطرانين. بعدين أذكر اللبنانيين بأن الذي سعى بفك اعتقال المحجوزين أو المخطوفين في إعزاز كان أنا أكبر الأسباب، كنت أنا بهيئة العلماء المسلمين. صحيح. الهيئة كان لها أكبر الدور في إطلاق سراح هذين الرجلين، وكان من الشيعة ما كانوا من أهل السنة. شكرا لك حضرة الشيخ، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك أستاذ غسان جواد، بعتد حضرتك طالع تشوف دكتور بشار الأسد الأسبوع الجاي. لا إكفر. طلبنا موعد للقاء الإعلامي اللبناني، وكنت عم نخبرك تحت الهواء. طلبنا موعد للقاء الإعلامي اللبناني. أهلا وسهلا فيك. نعم. بريك إعلاني، بعد بريك إعلاني أستقبل النائب الأستاذ روبير فاضل مع عينة من مجموعة المبادرين اللبنانيين الذين يعني تم تكريمهم الأسبوع الماضي ويستحقون بجدارة هذا التكريم.
أتابع كلام الناس في هذا المحور. أرحب بحضرة نائب الأستاذ روبير فاضل رئيس بادر. أهلا وسهلا فيك أستاذ روبير. هالمجموعة المبدعة اللي بتضم كبار المبدعين اللبنانيين واللي رعت وحضنت الناجحين وساهمت بإطلاق مبدعين الليلي، وبعد تكريم بادر لثمانية مبدعين لبنانيين مبادرين، سنضيء على هذه المشاريع المبادرات مع روبير فاضل ومع أصحاب هالمشاريع أو بعض منهم، لأنه في بعض منهم سفر، اللي حضروا إلى الاستوديو. رح يكون معنا بالاستوديو بمبادرة أخرى مع الـ MIT من الدوحة هالة روبير فاضل، لنضيء على نتائج الدورة السادسة من مسابقة الـ MIT لأفضل خطة عمل في العالم العربي. فهل هناك رابحون من لبنان الليلي ممكن تطلع أسمائهم بعد لحظات من الدوحة مع هالة روبير فاضل؟ أرحب برجا معوض. أهلا وسهلا فيك أستاذ رجا، صاحب شركة أوفيس ناتشورال. مظبوط. أرحب برمزي جلبوت صاحب شركة كروكس، عم بقول اسم مظبوط؟ تمام. اللي هو فريش ناتشورال برودكت. بالدكتور رنا شميطلي، قلت الاسم صح؟ مؤسسة شركة المهندس الصغير ذا ليتل انجينير. طبعا رح يكون في معنا بعد شوي مجموعة أخرى من المبادرين. روبير فاضل، بداية بادر بيوم انطلاقة بال 2005 مع مجموعة الأربعين قائد إذا صح التعبير، تسعى إلى تشجيع الشباب على أخذ زمام المبادرة. اليوم لماذا هذا التكريم لثمان رواد جداد؟ نحن بلشنا من 8 سنين مع مثل ما قلت مجموعة من 40 رجل أعمال، لأنه في كل الشركات بلبنان في شيء اسمه المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبادر هي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي وعي من هالشركات على دورة الاجتماعي. فانطلقنا وقلنا نحن بدنا نساعد شباب يلي عندهم أفكار ليطلقوا هالأفكار ومن خلالها ليخلقوا فرص عمل. فحبينا بالسنة الثامنة أنه نكرم 8 من هالشباب يلي قطعوا أو ببادر أو بمنتدى الـ MIT، استفادوا وأطلقوا أفكارهم، وهن بعتقد اليوم نحن هون لنكرمهم. طبعا رح نحكي بعد شوي معهم، بس شو علاقة مبادرة الـ MIT ببادر أستاذ روبير؟ هي الـ MIT بلشت مع بادر. نعم. وبدعم من بادر، ولكن اليوم الـ MIT هي مسابقة. نعم. وهي جمعية أهدافها مثل أهداف بادر، يلي هي التوعية والتعليم والتدريب على مبادئ المبادرة الفردية. وبعتقد البعض الموجودين اليوم هن من يلي فازوا بهالمسابقة، والبعض الآخر هن أشخاص يلي قطعوا ببادر واستفادوا أو بتمويل أو بتدريب من بادر. رح قبل ما نحكي معهم نتعرف على بروفايلاتهم. طبعا الليلة بالدورة السادسة من مسابقة الـ MIT لأفضل خطة عمل بالعالم العربي، وبعد اختيار 50 فريق بينهم 8 من لبنان من بين 3500 طلب مشاركة من 21 بلد، الليلة بالدوحة تعلن أسماء الفائزين بأنشطة المرحلة قبل النهائية والنهائية. الفائزين من أصل 150 متسابق من الفرق المتأهلة. هالة روبير فاضل من هناك، مساء الخير ست هالة. هل عم تسمعيني؟ ايه عم بسمعك مرسل. انا خير. بعرف انه انت ضمن الضجة والثقب هلأ للحظة اعلان النتائج، يعني هل فينا نقول انه في رابح لبناني؟ في فريق لبناني من ضمن الفرق العشرة اللي تأهلت للمرحلة النهائية من هالمسابقة، اللي شاركوا فيها اكثر من 5000 فريق من 17 بلد عربي. فأنا فخورة كتير إنه الفريق اللبناني اللي تأهل للمرحلة النهائية هو كمان فريق من طرابلس كمان. فهيدي كانت صدفة كتير حلوة. طيب بس هلا شو القطاعات اللي تأهلوا فيها يعني هالفريق، عندك فكرة عنها؟ أولا الفريق اللبناني موجود حدي، وهلا رح يحكيكم عن فكرته. فكرة بتخص مجال الاتصالات. نعم. وعادة الأفكار اللي بيقترحوها هالشباب أفكار فيها كتير ابتكار، أفكار جديدة، وفينا نقول إنه تقريباً 60% من هالأفكار بتخص مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات عبر الإنترنت والبيع كمان عبر الإنترنت. وفي كمان مشاريع تانية بمجال الصحة، ابتكار بمجال الطاقة، وكمان مجال الزراعة. نعم. فالفريق اللي من طرابلس تأهل للمرحلة النهائية هو فريق بمجال الاتصالات، وعندي حد هون خالد
دسوقي. نعم. وكمان من روضة الفيحاء بطرابلس. طيب خلينا نحكي هلا، رح ارجع لك انا، ما بعرف اذا خالد دسوقي صار جاهز. عنوان مشروعه لخالد هو يوبيليتي نت، انا ما بقدر ما عم لاقي ترجمه لليوبيليتي نت، من الفريق اللبنانيين الوحيد بين ال11 المشاركين اللي وصل الى التصفيه النهائيه لهالمباراه. خالد دسوقي، بتخبرنا شوي عن المشروع؟ خالد خبر عن المشروع. نحن مشروعنا هو ان نخلي مستعمل الانترنت مع الموبايل يعمل الاوفر تبعه بالطريقه اللي بتناسبه. فاذا انت بتحب مثلا تستعمل فيسبوك انليميتد وسكايب مع كواليتي اوف سيرفيس عاليه، صار فيك تطلبها من الاوبريتور تبعك بكل سهوله. فهيك بيكون الزبون مبسوط والاوبريتور عم بيكون كمان مبسوط. طيب شو بتعتقد فرصكم بالربح؟ يعني بعتقد انه هلا بهاللحظات ممكن تعلن النتائج، شو بتعتقد خالد الفرص بالربح؟ اذا بتخليني مارسيل جاوب عنه. تفضلي هلا. ايه اولا بدي اقول شغله كثير مهمه بالنسبه ليوبيليتي نت، انه في عده مشاريع بتتقدم بهالمسابقه بتكون عم بتجرب تقلد مشروع ناجح بامريكا اما باوروبا. فكره يوبيليتي نت هي فكره جديده عالميا، فاللي نقدر نحصل عليه من خلال هالمسابقه يكون عندنا افكار جديده من المنطقه العربيه، ان كان من الأردن، من مصر، من السعودية، أما من لبنان. فهو مهم كتير نخلق إبداع من هالمنطقة، أفكار جديدة، مش أفكار عم بتقلد أفكار ناجحة كمان ببلاد غير البلاد العربية. هلا نحن رح نحس إنه مشروع يوبيليتي نت لأنه مبني على ابتكار مش موجود اليوم بالعالم، عنده إمكانية ينجح من ضمن هالعشرة اللي تأهلوا للمرحلة النهائية. طبعا هلا رح نحررك منها للحظات شوي، يعني فيك ترجع تتابع النتائج. رح نرجع لك نحن بالمحور التالي انت وخالد، بتكون بينت يمكن النتائج. بهالوقت نحن رح منشوف التقرير اللي له علاقة بضيوفنا، ان كان يعني الاعزاء، ان كان رمزي جلبوت او رجا معوض او رنا شميطلي. نطمح ندرس نكافح ومع بادر ننفذ مشاريعنا، هي العبارة التي اجمع عليها أصحاب المشاريع الممولة عن طريق بادر. في هذا التقرير نتعرف على بعض المشاريع التي بدأت بإرادة أصحابها على تحقيقها، فهل نجحت وما هو دور بادر؟ تقرير ناريمان شليلة. أشخاص كتير بلبنان عندها مشاريع وأفكار لمشاريع، ولكن إمكانية التنفيذ غير موجودة. بادر كانت الحل، الحافز والدعم لأصحاب هالمشاريع على تحقيق طموحاتهم. جولة من خلالها رح نتعرف على بعض هالمشاريع الناجحة. احنا مصنع منصنع ما يعرف بالمصارين الغنم يلي بتتحضر لتروح كرمال نعمل فيها الساسجز والمقاني والسجق مثل ما نحن بنعرفهم من نكلهم. نحن هيدا المصلحة موجودة بالعائلة من ايام جدي، ونحن ثالث جينيريشن عم نشتغل فيها. بعد ما عملنا دراسات، كل الدراسات اللازمة لأكدنا انه المشروع في منه جدوى، رحنا وبلشنا نقدم على البنوك لحد ما تعرفنا على بادر. والشغل اللي نعمل مع بادر على الأسئلة والquestioning، ولو وصلنا للمراحل النهائية من selection، أكدنا من ناحيتنا نحن أنه مشروعنا كان بمحله، ومن عند بادر تأكدوا أنه نحن المشروع تبعنا viable. القطاع اللي نشتغل فيه هو قطاع كتير متخصص، تمكننا أنه نعمل good brand product. يعني هلأ اليوم نحن المنتج تبعنا صار مطلوب من زبوناتنا بأوروبا، 95% من إنتاجنا بيروح تصدير. بادر شريك فعال من قبل ما يبلش المشروع، مش بس مصاري بادر، أهم من هيك أنه جماعة كتير active معنا بكل خطوة، بناخد ونعطي معهم، نسألهم، بيعطونا رأيهم، وهيدا بالبزنس بكتير محلات أهم من المصاري. كنت بشتغل بمستشفى كموظف بالمشتريات، والزملاء كان خلال فترة الغداء كان يجيبوا توست ولبنة،
اجت الفكرة انه ليش ما بيجمعهم مع بعضهم، وقدرت اطلع بعلبة تجمع الاثنين مع بعضهم. رجعنا من خلال بادر، نحن اتصلنا بمؤسسة كفالات اللي اعطونا اول قرض اللي هو بيسموه الانوفيشن. قدرنا نجيب المكانات، نجهز المكان اللي نحن قاعدين فيه، واشترينا البضاعة الأساسية اللي هي من علب لكبيات كل الأمور هاي. بادر أول شيء بيعرفك على عالم، العالم اللي تعرف عليها من خلال بادر هني فيك تقولي فتيح بالسوق. البرودكت أوف ذا يير اللي هو أخذناه للسنة 2012-2013 كمان زاد من العالم لتقدر تتعرف عليه للبرودكت. كل هالأضواء هيدي اجت من خلال بادر. بيجوا الولاد لعنا من عمر 4-18 سنة وبيخضعوا لبرامج بالهندسة بعدة مجالات، بيجوا بيتعلموا ليحولوا كل شيء ثيوري عم يتعلموا بالمدرسة لتقنيات وليشوفوا عن جد كيف الأشياء بتشتغل. مشروع الانجينير هو بلش من وجع شفته ببيتي أول شيء، بلش من نشوف ولادي قاعدين على الإلكترونيك جاز بطريقة ما طبيعية، وتاني وجع كنت عم بعلم بالجامعة الأمريكية، حسيت إنه المهندسين مش حاضرين كمان، أيام عم يفوتوا ويرجعوا يغيروا ميجر بعد 3 سنين أو يعملوا ديبريشن. بقى جمعت هالوجعين وقلت كيفي أنا أكون صوت تغيير لنحضر جيل أفضل للمستقبل. سو كان عنا رسالة من وراء المهندس الصغير، والتقينا ببادر. ما كان بدنا كتير دعم مادي قد ما كان بدنا دعم معنوي، ولقينا بادر وقف هو يعني احتضننا ورسمنا استراتيجية كتير حلوة لنقدر نوصل لنكست ليفل اوف سمول كمباني أو فكرة لبزنس، ومن هون قدمنا على MIT. كمان ربحنا الجائزة الأولى بالعالم العربي، كانت لنا حافز كتير كبير لناخد كمان البزنس من لبنان للعالم العربي. طالما في كتابة بالحياة، طالما في فن، طالما في تعبير، إنسان بدل تطلعاته للأبد. I thought about making a documentary on artists, 10 Lebanese artists, and how the political instability affects their artworks and how the artists overcome sectarian divisions. My mother was my producer, so my mother's Lebanese, and she really helped me a lot. Because it's a documentary, all you need is a video camera and a vision. So after the documentary was completed, it helped to give people to have people access the documentary. So thanks to Bader, now for example, the Ministry of Culture has also supported my project, and my documentary, the Lebanese documentary Bukra Minshuf, also got distribution. But every, like, their support was enormous, and thanks to them, I feel that my film got even more support later on, and it'll be reaching a wider public. It's the beginning of the journey. أساسا نحن فخورين فيكم. رمزي جلبوت، علبة لبني مع كروكس بمساعدة كفالات وبادر، أول سناك صحي لبناني من لبني وكعك. باختصار شديد، شو التطوير اللي ألحق بالمنتوج عام 2012؟ بصراحة هو المنتج فيك تعده هو أول منتج لبناني صحي بيجمع الكعك واللبني مع بعض، ونحن بنعرف اللبني من أيام زمان جدا. اليوم طرحناها لأنه طبيعة الحياة صارت سريعة، ونحن بحاجة لنقدر ناكل شيء صحي بعيد عن الجنك فود اللي حوالينا. طورناها وزدنا عليها طعمات هي طبيعية جدا، من زيتون لنعنع لزعتر لحلوم، والكعك كمان شحيتنا هلأ وين الكروكسات. بصراحة طلبنا انه نجيب على الاستوديو، منعونا. بالمبدأ تسويق اعلاني. بالمبدأ نحن بلشنا من خلال بادر، نزلنا اول منتج سنة 2008. كانت اول تجربة لنا. رجعنا بسنة 2012 كمان من خلال كفالات دعما من بادر عن جديد، نزلنا بالمنتج الجديد وربحنا Product of the Year لسنة 2012 و13. اليوم نحن عنا 4 نكهات بالسوق، وعنا 4 نكهات لقدام، وكمان عنا شو الرؤية؟ هل عندك قدرة على تنافس خارج لبنان؟ نحن سجلنا براءة اختراع، وسجلنا بنفس الوقت ما يسمى بالباتنت، هي الحماية الفكرية والبراءة الاختراع، بتحمينا ب 121 دولة. صار عنا هلا أكثر من شخص عم بيحاول يتصل فينا لناخدها على الدول العربية.
الفكرة بسيطة جدا، والمكنة صنعت بلبنان، وأنا بقدر أقول من خلال كلام الناس أنه الفكرة اللبنانية 100%. يعني المكنة طلع معنا رمزي جلبوت من 7 سنين ببادر بعتقد 2005، كنا أول ما نبلشين. الفكرة اللبنانية والمكنة اللبنانية كلها تصنعت هون، نقلة لبرا شغل كتير هين أستاذ مارسال. نتأمل نحن بالسنين الجاية نقدر ناخد أول فرانشايز لبرا. طالما روبيرو هلا وبادر معك شو ما بدك رجا معوض. بدي ارجع لك، لك انت اليوم عم تصدر منتجات يعني بنسبة 90% إلى أوروبا وأمريكا مثل ما فهمت. كيف فتحت أمامك أبواب التصدير إلى أوروبا وأمريكا؟ نحن مش مارسال اشتغلنا كتير على هذا الموضوع. أساسا نحن البرودوي اللي بنعمل هو برودوي انترميديير، يعني اسم صغير منه بيتصنع بلبنان. نعم بتعرف اكيد السجق والمقاني، بس الاسم الاكبر منه بيروح كله على اوروبا لصناعه السوسجز. لا قدرنا وصلنا لنقدر نصدر على اوروبا، في بتعرف السوق الاوروبيه كتير متطلبه، بقى نحن علينا ستاندردز تبعنا، قدرنا تو ماتش الطلب الاوروبي، واكثر من هيك اشتغلنا على البراند تبعنا لنوصل لمحل انه البرودكت صار مطلوب من قبل زبوناتنا. يعني الشغل من عنا كان كواليتي كواليتي كواليتي، ما في مهرب. اذا بدك تنافس برا بالعالم بسوق بين كل اللي حواليك وخصوصا بالسوق الاوروبيه، يعني بدك توصل ل فيري جود كواليتي برودكت لتقدر توصل وتنافس برا. ليش رحت على بادر مش على المصارف؟ المشكله بلبنان، نحن بال 2008 كنت اولى رح هلا من دوحه عم تقول لك اولى 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 رح اقول. نحن يعني المشكله مش بس بالنظام بالسيكتور الفينانسيير بلبنان، المشكله بالتوجه الاقتصادي كله تبع الدوله. البنوك بلبنان منا توجهها منا كوميرسيال، يعني منا تجاري تجاريه بالضبط. يعني ما بتسعى كتير انه تمول شركات تمول افراد، اكثر بتجهى باتجاه تمويل الدوله. هلا مع اللي عمله رياض سلامة بعتقد باول السنه فتحوا ال 2000 مليار بموضوع يعني القروض للمصارف وغيرها، بعتقد هيدا الباب سيفتح. هيدا الباب 100% 100%. بس نحن يعني اللي صار معنا انه مع بادر كنا عم نحكي بال 2010 نحن، وين ما كان في غير بادر وكان في كمان يمكن بريتيك، هول بس المؤسستين يلي بيمولوا. والريسك اللي اخذوه بادر انه بالفنتشر كابيتال اللي هن بيشتغلوه بياخذوا استثمار، بيحطوا بيستثمروا جماعه من جيبهم، بيستثمروا باشخاص وبافكار. يعني باخر نهار انت لما تستثمر بشباب عم تستثمر مصرياتك، او الشباب بيجيبوا نتيجه او ما بيجيبوا. رجاء نحن فخورين فيك، رح تبقى معنا رنا شميطلي وروبير فاضل، وطبعا من الدوحة الست هالة فاضل رح توقف مع بريك إعلاني. رمزي مبروك نجاحك، رجاء مبروك نجاحك، مبروك هذا التكريم. رح تبقى معنا رنا، وبينضم لنا بالمحور التالي إيلي شعيا المدير التنفيذي لشركة إدولاب، بعتقد الدولاب إدولاب، وسعاد مرعبي عن مؤسسة شركة جاما بوكس. طبعا في بروفايلات عنهم بعد بريك الإعلاني، نتابع مع رنا مع روبير مع هالة من دوحة ومع الشباب الباقيين. بريك ونتابع. أتابع مع روبير فاضل ومجموعة المبادرين المكرمين. ضم لنا هلا الأستاذ إيلي شعيا وهو المدير التنفيذي لشركة إدولاب، مظبوط مثل ما قلتها. سعاد مرعبي مؤسس شركة جاما بوكس، أهلا وسهلا فيكي. ومعنا طبعا رنا شميطلي مؤسس شركة المهندس الصغير. قبل ما أتوجه بالحكي مع رنا، أستاذ روبير، يعني بادر منظمة غير حكومية بتعزز روح المبادرة عبر التعليم التمويل والتشبيك النتوركينج من أجل خلق فرص عمل والحد من هجرة الأدمغة. قديش أنتو لازلتم قدام هذا المناخ المقفل سياسيا وأمنيا واقتصاديا، قادرين تفتحوا أبواب قدام هالشباب الجدد؟ إذا بتتذكر وقت أطلقنا بادر كانت قبل حرب تموز، صحيح. وإذا بتتذكر كمان بحلقة معك، لأنه نحن أطلقنا بادر من خلال صحيح برنامج كلام الناس، كنا نحن عم ندق على باب بنهار الحرب تموز، عم ندق على باب السفارة الفرنسوية عم نطلب دعم مشان الشباب. ومثل ما كنا بلشنا بظروف صعبة بعدنا عم نكفي بظروف صعبة، لأنه بالنتيجة البلد لازم يمشي ولازم هالشباب نساعدهم. وإذا بتتذكر كمان وقتها كان شعارنا ما تهاجر بادر، وبعده ما لا يزال ما تهاجر بادر، ونحن حد هالشباب لا يبادروا. برنامج المنح المدرسية الدراسية من بادر شو ساعد لغاية اليوم أستاذ؟ $200,000 صناعتين، $200,000 لشباب بدهم يتخصصوا بمجال
المبادرة الفردية. طيب رح أرجع لك بعد شوي. رنا شميطلي، يعني حضرتك أكاديمية لتعليم مبادئ الهندسة للأطفال، فزتي بمسابقة أفضل خطة عمل بالعالم العربي $50,000. يعني كنت عم تقولين انتو عم تشوفي هلا روبير فاضل عم تشوفي انه قديش بيكون وضعهم دقيق اللي عم بيتابعوا واللي ناطرين اذا بيربحوا او لا. هذا كان شعورك انت؟ شعور كتير حلو، يعني بتحس انه عن جد لا تتميز بين 1400، احنا كنا 1480 ابليكنت، هلا صاروا 5000، سو بتحس انه عامل انجاز، يعني لتوصل على المنصه ويدوا عليك يعني شيء كتير حلو. شو كان شعورك وقتها انت اخذت عده جوائز من جملتها مع بقره نلتي جائزه كارتيه العالميه كمان؟ الكارتيه كانت عالميه اكثر على صعيد العالم كلياتها. يعني مثل ما بقول لك بيعطونا جوانح لنطير سمبلي، درتي يعني ترتي مثل ما فهمت انه صار عندك 5 فروع بلبنان. ويعني شو بدك تقولي من خلال مشروع المهندس الصغير؟ يعني نحن بدنا نقول بدنا نحضر الجيل للمستقبل يكون حاضر واعي، وبدنا نشوف مبدعين، ما بقى بدنا نهاجر كمان. يعني انا بقول انه نحن من حقنا نضلنا بلبنان اوكي نتعلم ويكون عنا كل الفرص، مجهزين لنفوت على الجامعه، نعرف شو بدنا نختار شو بدنا نعمل، وفينا نبدع ببلدنا، ليش بدنا نسافر؟ يعني انا اليوم كتير فخوره انه نحن عم نصدر مشروع من لبنان للعالم العربي. يعني نحن مش بقى بلبنان، صرنا بليبيا، عم نروح على قطر على كويت، يعني كتير حلو، نحن فخر لنا. شو كان دور الدولي الى جانبك رنا؟ ماشي، ما بدنا نحكي شيء على الدولة، بدنا نحن مبادرين، نحن مبادرين بدنا نشتغل، بدنا نضلنا نسكر عيوننا نقول بدنا نبقى باللي بقيه وبدنا نكفي وبدنا نوصل. ما احنا نعتمد على حدا، ما بدنا نعتمد على حدا، انا كل فرد من هو بتصور عامل مشروع كتير بشرف الراس، وبتصور المبادرات الفردية مثل بادر ام اي تي. يعني نحن كنا كتير محظوظين انه في حدا دعمنا، في حدا وقف حدنا. يعني انا يعني ما كنت مفكرة انه اوصل لهون لو ما بادر. يعني بادر كانوا يدقولي على البيت، رنا تعي في ميتينج، شو بدي هلا، ما بدي اشتغل، انا ما بدي اكبر البزنس، رنا تعي بليز تعي. يعني عطوني كل الدعم، كل الاشياء اللي بدي اياها، حطوني على السكة، قالوا لي فيك تمشي، لانه اللي عندك عينك على شو اليوم؟ اكيد توسع بالعالم العربي، مش بس العالم العربي، كل العالم. يعني نحن بنكون فخورين كتير اذا اطلقنا مشروع من لبنان مع كل الصعوبات مع كل التحديات، وصلنا صوتنا للعالم كله لبرا اكيد. هلا روبير فاضل، الهدف من هالمبادره يعني اليوم عم نشوف انه هو مثل ما عرفنا تشجيع رواد الاعمال الناشئين يعني بالعالم العربي. هل هالمبادره بتساعد على اطلاق شركات مثلا؟ يعني اللي بيربح مثلا اليوم بهالفرق بتساعدوا الام اي تي باطلاق شركات؟ طبعا منساعدهم، وساعدنا فوق ال 250 شركة من وقت ما أسسنا هالمبادرة من 6 سنين، لهن ساهموا لخلق أكثر من 2500 فرصة عمل بالمنطقة العربية. بس بدي أرجع على أساس سؤالك اللي هو كتير مهم، شو هدف هالمبادرة؟ هلأ اليوم كلنا منعرف نسبة البطالة بالمنطقة العربية، وقديه في شباب وصبايا مبدعين عاطلين عن العمل، فعم نرمي شوي المشكلة عليهم، عم نقول لهم تكلوا على حالكم، نحن بندعمكم بس انتوا حلوا المشكلة، خلقوا فرص عمل، أسسوا شركات جديدة، خلقوا ابتكار وأفكار جديدة بهالمنطقة تنغيرها سوا. والجزء الثاني من جوابي على شو هدف هالمشروع، انه إذا قدرنا نخلق فرص عمل للمبادرين وريادين الأعمال بالمنطقة العربية، بالنتيجة عم نخلق قيادة جديدة للمنطقة، قيادة مبنية على عقلية بتعتمد على مبادئ القطاع الخاص، نفسية منفتحة، شباب وصبايا متعلمين، شباب وصبايا منفتخر فيهم، وهن اللي رح يغيروا صورة العالم العربي ويحولوا المنطقة من ساحة منطقة صراعات ومشاكل سياسية لمنطقة حافلة بالابتكار والنمو الاقتصادي. ففي عنا هدف أول اللي هو خلق فرص عمل، وبالنتيجة على مدى طويل نقدر نغير المنطقة وصورة المنطقة والنمو الاقتصادي بالمنطقة العربية ابتداء من لبنان طبعا. يعني أنا شايفك رح ترشح أنت على الانتخابات بهالدورة مش روبير.
نحن بنصور. لا انا بشتغل بقطاع الخاص وما بيهمني الا قطاع الخاص. على كل حال القطاع الخاص والقطاع العام انت وروبير عم تتكاملوا فيه. هلا بدي اتوقف عند المشاريع الحلوه اللي طلوا فيها الي شعيا وسعاد مرعبي، وطبعا اضافه الى هند حبيقه، شباب رواد ومشاريع خلاقه استحقت جائزه الام اي تي وحققت النجاح. تقرير رنا خوند. لما الفكرة تكون موجودة والتصميم والمثابرة والطموح، بيبقى الدعم المادي والمعنوي نقطة فصل بمشروع أي شخص طامح للنجاح. وجمعية بادر كانت ولا زالت عم تدعم الشباب الرواد اللي عم بيقدموا أفكار خلاقة. هند حبيقة طورت جهاز يدعى إنستابيت. جهاز هو بيتركب على حيالة عينات السباحة تقدر يقيس نبض القلب من التمبورال أرتري أو من الشريان اللي بيمرق من حد العين. So, بيتركب على عينات السباحة وفي سنسور من وراء بيقرأ نبض القلب، وبعدين في شاشة صغيرة من قدام بتقله للسباح شو نبض القلب تبعه، هل لازم يسرع، هل لازم يبقى مثل ما هو، أو هل لازم يبطئ. هيك بيقدر يستفيد على الماكسيموم من التمرين. أنا كنت بحاجة لهيدي الآلة، كنت أسبح مع فريق سباحة بالأيوبي، بس ما كان عندنا ولا أي جهاز يقدر يساعدنا. كنا نعد بإيدنا نبض القلب، قررت أنه خليني أنا أعمل جهاز بيقدر يساعدني حسن تمريني. اختيرت إنستابيت كواحدة من أكثر الأدوات إثارة للاهتمام بمعرض CES العالمي، فازت بجائزة MIT Business Plan Competition بالإضافة للمركز الثالث بمسابقة Stars of Science بقطر، وكانت ضيفة بالعام 2012 بالبيت الأبيض للحديث عن خبرتها. اتصلوا فيه عدة مستثمرين، عملنا partnership، فتحت شركة وعملوا investment بالشركة تبعي، وقدرت وظف مهندسين تقدروا يشتغلوا على يطوروا الجهاز. ومن سنة ونص لهلا الجهاز صغر حجمه أكثر من 50%، وهلا وصلنا لمرحلة إنه صار الديزاين مضبوط 100% وفيه ينزل على السوق. إلي شعيا وداني عواد شابين لبنانيين قرروا يدخلوا التقنيات الجديدة للنظام العلمي بلبنان، وهالأمر من خلال مشروعهم إيديولاب. المشروع تبعنا هو عبارة عن software, interactive software بيسمح للتلاميذ يتعلموا من خلال الكمبيوتر كل المواد العلمية، الفيزيك والشيمي والبيولوجي. فكرة ما كانت موجودة قبل بلبنان، نحن أول ناس بلشنا بهالمشروع. نحن حالياً عم نسعى لاستبدال الحقيبة المدرسية بحقيبة إلكترونية. حصلوا على أفضل مشروع بالعالم العربي من MIT Awards سنة 2007. كانت الجائزة إذا بدك أول تمويل للمشروع تبعولنا. نحن في عنا أكثر من 40,000 تلميذ بلبنان عم يشتغل على السوفتوير تبعولنا بمختلف المناطق اللبنانية، في أكثر من 180 مدرسة بنشتغل معها، وأكثر من 600 أستاذ مدربين من الشركة تبعيتنا. الثنائي جون كريستوف هولت وسعاد مرعبي طوروا بمنتصف العام 2012 شركة جاما بوكس. هدفها أنها تعمل موبايل جيمز. حالياً ما طلعنا غير لعبة واحدة يلي هي اسمها علي هود، يلي هو بطل كومبينيشن بين علي بابا وروبن هود. هو حرامي بيسرق من الحاكم الفاسد وبوزع على الفقراء. هي لعبة أكشن وأدفنتشر يعني على الموبايل، بتحكي عربي وإنجليزي وصيني وكل اللغات، بس أنه هي المين تارجت تبعها هو العالم العربي. أطلقنا أول جيم بالعالم العربي بعلي هود، وإن شاء الله بعد شهرين رح تكون بالعالم كله، وهلأ كمان عم نشتغل على بروجيات جديدة. والله يا أستاذة نحن فخورين فيكم وما منحسدكم على الظروف اللي عم تشتغلوا فيها. رح بلش معك إلي شعيا، شركتك حازت على 2005 على جائزة أفضل منتج لبناني بحفل البريتك السنوي بعام 2005، صح. كمان حصل على أفضل مشروع بالعالم العربي من MIT Award بالعام 2007، صحيح. باختصار شديد، لماذا لم يتضمن بعد هذا السوفتوير اللغة العربية؟ نحن بلشنا بالمواد العلمية بلبنان، والمواد العلمية بلبنان ما في بالعربي، هي يا فرنسية ويا إنجليزي. من هالمنطلق كانت اللغة يا فرنساوية يا إنجليزي، كان هناك ما في عربي. هل هناك تعاون مع وزارة التربية؟ أكيد، نحن هلا في مشروع جديد مع وزارة التربية حول استبدال الحقيبة المدرسية، الشنطة الثقيلة اللي وزنها فوق 15 كيلو، لاستبدال بحقيبة إلكترونية. عم نشتغل هلا على المشروع وعم ناخذ الكتب من المركز التربوي للبحوث والإنماء اللي هو مسؤول عن البرامج التعليمية بلبنان، وعم نحول هالكتب تتصير على التابلت يلي هي هون قدامنا هلا. حلو، اذا بدك فيك فرجي كمان. فرجيني. اوكي،
نعم. الشنطة المدرسية رح تصير هيدي مثل ما شايفين هون كل الكتب مع إذا أي كاميرا. تعطيني سكرين ما بعرف مين فيها هالكاميرا هون يا شباب كان لازم تحضرني نفسيا. أوكي. شوي. إيه شو أوكي. هيدي؟ مثل ما شايفين هون هول الكتب. أوكي. هول الكتب المدرسية اللي بتعلموا فيها التلاميذ بلبنان عم نحاولها تصير إلكترو. مش قليل ها يعني كتاب السيانس نقول. أولا رح نفتح مثلا كتاب الفيزيك. أف. مثل ما شايفينه هون رح نفتح الصفحات هذا الكتاب الرسمي للمنهج يعني الاي بوك صح ما بعرف اذا كيف عم تطلع عم تذكرني بطفولتي اوكي هلا اكثر اكثر من الكتاب عم بيكون في قصص انيميشن ومواد تفاعليه بقلب الكتاب مش بس كتاب جامعي شو بدك لتطور بعد اكثر هالشركه نحن هدفنا نطلع من لبنان نخلص لبنان نحول كل المناهج بلبنان ونطلع على الدول العربيه كمان ودول العالم بحاجه يمكن لتمويل بعد اكثر بدل يعني رح تصير الشنطه 20 كيلو اذا بده يحملها فيليب ابو زيد زميلنا منه مضطر يطلع بتصير نص كيلو نص كيلو تهانينا لك إليشايا قبل المزيد من التطور سعاد مرعبي يعني كثير حلو هالجيم ثانك يو الخطوه التالية شو الخطوة الثانية المزيد من الألعاب تكون أكثر متجهة للعالم العربي وأكثر للعالمية كمان لأنه ما في شيء يعني نحن بقطاعنا بيوقف قدامنا لأنه هلأ صارت الأسواق مفتوحة نعم. عن طريق الآيفون والجوجل الأندرويد فبدنا نضل نطور أشياء جديدة فيها كتير كرياتيفيتي فيها أشياء جديدة ليش أخذ معك وقت هذا اللعبة؟ كنا فريق ثلاث أشخاص أخذت معنا سنة تطوير نعم وهلا نحن بدنا نحصل على تمويل ومنشان هيك بيصير فريقنا اكبر بيصير وقت التطوير اصغر بصير يعني منتجين اكثر وبنقدر نوصل لاكثر برودكتس وبنقدر نوزع بسرعه اكثر كيف عم تحافظوا حقوقكم هون يعني للاسف حتى مش بس هون يعني حتى بالعالم القرصنه موجوده يعني نعم. هلا مثلا نحن اللعبه اللي نزلناها سبق وتقرصنت ايه فانه هيدا هالشيء حتى اكبر العاب عم تتقرصن Angry Birds وكل هالألعاب مقارنة. أنت بحاجة لتمويل عم تحكي عن تمويل قديش يعني تمويل؟ تمويل تقريباً بحوالي 200,000 دولار. أنت حاضر لهالتمويل أستاذ؟ سبق ودعمونا بعد. سبق ودعمناها ونحن حنطلق هلأ في ثلاث شركات بدنا نعطيها معدل 500,000 دولار كل واحدة بصندوق بادر. واكيد هي فيها تقدم للصندوق بيقدر الي كمان تقدر كمان عم بحكي عن تمويل اضافي كمان الي رنا نحن بلشنا نبيع خلص هلا تعطينا نحن هلا فيك تعطي طيب هلا الناس كثير عم بيسالوا كثير اسئله على الفيسبوك هاو تو كونتاكت بادر في ويب سايت www.badirlebanon.com وفي مكتب ببنايه البيري تاك بوجه السفاره الفرنسويه حد المتحف خليني قبل ما ارجع اختم مع تفضل استاذ الي بس بدي اشكر صندوق بريتاك للتمويل كمان اللي هو دعمنا واستثمر كمان بالشركه وبوجه بس رساله لكل المدارس بلبنان يلي حابه تفوت التكنولوجي على مدارسها تحكينا ونحن حدا بنساعدها نحن وقت اللي بلشنا نعم. استاذ مرسال كنا ثلاث مؤسسات كان في بريتاك وكفالات وبادر صحيح اليوم في اكثر من 30 مؤسسه عم بتساعد المبادر ورواد الأعمال وهذا شغلة يعني صار في بيئة حاضنة لرواد الأعمال بلبنان لأنه قدمتوا متيار جدية إن كان ملائكة الأعمال بعتقد بال 2010 والصندوق الاستثماري اللي اشتغلتوا عليه مزبوط. برنامج المنح الدراسية وفي سيكونس وفي مثلا جائزة موريس فاضل في كذا وحدة صحيح ورجعتوا دخلتوا يعني أنتوا دخلتوا إلى المنتدى الاقتصادي العالمي ودخلتوا بمسألة التنافسية اللبنانية يعني مزبوط. ما بعرف إذا قلنا مصنع نفوت والله أحلى شيء بموضوع التنافسية هو بين هلالين إذا بتشوف تصنيف لبنان بموضوع الثقة بالطبقة السياسية بعتقد واصلين البلد 135 على 136 وسبق وقلتها بمجلس النواب تذكر هالكلمة كنت أنت كتير متردد إذا بتقولها أو ما بتقولها ورجعت قلتها مزبوط على كل حال يعني بعد شوي رح نحكي معك نرجع بالسياسة بدي أسألك قبل ما أختم مع هلا يعني بادر مهد الطريق لإنشاء صندوق استثماري لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم اللبنانية وجمع الصندوق 17 مليون دولار أمريكي هل هذا بيعني أنه الصندوق بيساعد المؤسسات الصغيرة؟ طبعاً ما هو بس للمؤسسات الصغيرة هذا الصندوق شو يعني مؤسسة صغيرة؟ بس بدي بتحديدها يعني من حديت ما من وقت اللي بتنطلق نعم لحديت ما يكون عندها إذا بدك حديت 20-30 موظف
40 موظف. نعم. يعني خلينا نقول هي مش الطريقة اللي منحددها هي شو الأموال اللي عايزتها، والمبلغ اللي عم نستثمره بالعادة حوالي معدله هو 500,000 دولار. شهر الجاي حنعلن عن 3 شركات، وشهر الجاي حيكون في احتفال مع حاكم مصرف لبنان لنرجع نطلق الصندوق عن جديد، لأنه هذا الصندوق كان أول مشروع لبادر لعدة أسباب تأخر كتير، ولكن هلأ بإدارة جديدة وبدعم من المصارف عم نرجع نطلقه مع 3 شركات شهر الجاي. هلا روبير فاضل، طبعا بدي انا وياك نهني هالمجموعه العظيمه من المبادرين الموجوده بالاستوديو واللي بنشوف حالنا فيهم فعلا بيضووا، يعني قدام مشاهد هذا الموت البطيء اللي عم نشوفه، يعني الليله هالشباب هالصبايا زينوا الاستوديو، وشكرا لبادر، شكرا لمآي تي، شكرا لكل الناس عم بيشتغلوا يبقى حاله الابداع اللبناني بهذا التفوق. شو صار عندك نتائج؟ فينا نختم ونرجع على السياسي مع روبير فاضل بخبر حلو؟ لا بدك خليك تختم مع خالد. نعم خالد. خالد شو شعورك خالد؟ خالد اعلن النتائج. تفضل. هلا هي النتائج كتير منيحة، نحن ما كنا الأوائل بس نحن كنا من أول 10، إن شاء الله السنة الجاية بنكون الأول. بس أول 10 بياخدوا جوائز كمان يعني. هو أهم شيء إن نحن كنا هون. نعم. شفنا كل هالناس اللي جابوهم لهون اللي كانوا عن جد رائعين، كانت اكسبيرينس ما بنحلم نحصل عليها الا اذا جينا لهون. ناس كتير قريبين عندهم اكسبيرينس شاركونا فيها، خلونا نتواصل معهم لبعدين. عن جد عن جد كانت من احلى الاكسبيرينس بحياتي. ثانك يو ام اي تي وثانك يو هلا. على كل حال إلى الأمام يا خالد. بدي أتشكرك مارسيل. بدي أتشكرك لأن مهم كتير دور الإعلام، مهم كتير نضوي على هالمواهب الموجودة بلبنان تنعطي كمان هالناس أمل وطاقة إيجابية نوزعها كمان على البلد كله، لأن لما منشوف هالشباب والطاقة الموجودة فيهم والأمل الموجود فيهم والمواهب الموجودة فيهم منفتخر نكون لبنانيين. فشكراً لك. شكراً لك هالة، وأنا ما بنسى أنت وروبير، يعني دايماً كنتوا لما نعمل أي شيء عن طرابلس تطلبونا وتقولوا لا بطرابلس في مظاهر أخرى، في أشياء أحلى، في ديزاينرز مهمين، في صور حلو للمدينة. هي رح نضوي عليها قريباً. أهلا وسهلا فيكي، شكراً لكم. رح أتوقف مع بريك علينا وأتابع مع روبير فاضل 8 دقائق أسئلة بالسياسة سريعة. أختم مع روبير فاضل هالنايب اللي منشوف فعلا حالنا فيه. أستاذ روبير، يعني بعد هذا الإبداع بدنا نرجع الواقع. أسئلة سريعة بالسياسة، دعوات إلى الجهاد، من طرابلس تنطلق، أنت نايب من طرابلس بتوافق عليها؟ لا، ولا أقول لك ليش. أولا بعتقد أنه نحن مش قادرين نغير معادلة بسوريا. نعم. وإذا قادرين نغير شوي المعادلة الضرر علينا أكبر بكتير من أي تغيير فينا نعمله بسوريا. ثانيا الجيش الحر هو عم بيقول انه ما بده صحيح، ما بده مجاهدين، ما بده مقاتلين. ما تروحوا لا حزب الله ولا بدنا سلاح، ما بده، عم بيقولوا بدنا سلاح ما بدنا مقاتلين. السبب الثالث هو انه اذا حزب الله عم بيتدخل بسوريا، وهو عم بيتدخل بسوريا، المتضرر الاكبر بعد لبنان هو حزب الله، وبالتالي اذا هو قرر انه يعمل هالخطا مش ضروري كلنا نعمل خطا معه ونعمل انتحار جماعي. استاذ روبير، اليوم كان في اجتماع امني بطرابلس، يعني حضر الرئيس مئاتي، او شيء صلح مباركي مع الرئيس مئاتي كنواب طرابلس، كيف استقبلتوه؟ نحن اولا خلينا نحكي انه في بعتقد صار في وعي، بعتقد صار في وعي عند النواب انه الوضع صار بطرابلس ما بقى يتحمل. نعم. بالفعل هيدي اول مره بشوفهم باجتماع يأس لهالدرجه. هلا انا بدي اقول شغلي، نحن ما بنقدر نحل المشكلة بطرابلس إلا إذا كان في صدق بين النواب، لأنه النواب هن جزء من المشكلة. بس صحيح، هن جزء من المشكلة. نحن ما فينا نضل نكب المسؤولية على الأجهزة. مش عم أقول إنه الأجهزة ما عم تغلط، ولكن الأجهزة إذا عم تغلط هي لأنه السياسيين مختلفين. فإذا البداية هي بصدق بين النواب. النقطة الثانية واللي أنا أصريت عليها إنه بدنا مرجعية بطرابلس. مين طلع المرجعية؟ المرجعية اللي اقترحت إنه يكون في لجنة متابعة، يكون فيها 3 نواب، وهالثلاث نواب هن نحن منفوضهم كلهم.
بكل الصلاحيات بلا معالجة المشاكل اللي موجودة بطرابلس ولا التنسيق مع الأجهزة الأمنية ومع القضاء. وهالثلاث نواب هن أبو العبد وسمير الجسر والوزير أحمد كرامي. إذا اتوفقتوا أنه تاخذ قرارات أمنية في سلسلة إجراءات حينعلن عنها قريبا. اللي بدي أقوله أنه صار في ظاهرة، صار في عدة ظواهر بطرابلس مش مقبولين. سوء المواطن العلوي أنه أولا اللي صار مبارح بيشوش صورة مش بس طرابلس، لبنان. نعم. بدي أقول شغل، مبارح كان عيد الأرمن، عيد 98 ذكرى مجزرة، ذكرى تبع المجزرة. نعم. الأرمن بكل العالم عم بيقولوا، بكل العالم أرمني بأوروبا وبأمريكا بيقولوا البلد يلي استقبلنا أحسن شيء بالعالم هو لبنان. معقول إنه هالبلد يلي استقبل كل الأقليات يعمل اللي عملناه امبارح بطرابلس، وإنه هالشخص يتسلم للمخابرات والمخابرات ما يعملوا شيء؟ يعني في شيء، في مش بس ظاهرة، مش بس العنصرية، الإخوات هي مقبولة؟ مش مقبولة الإخوات. في المظاهر المسلحة، المواكب، في عدة أمور ما بقى مقبولة بطرابلس. كان في بعتقد اليوم، أنا قلت بالاجتماع حسيت أنه نحن في نص حل، مش حل كامل ولكن نص حل أحسن من حل من 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 مشي، وبتوقع أنه نشوف هذا، نشوف شيء على الأرض قريبا. طيب بس انه في عم بيطلع اخبار عن بجيات كبيره عم تدفع بجبل محسن وباب التباني، مين عم بيدفع المصاري؟ انت ما بتعرف كنايب مين عم بيدفع مصاري تيمول كل شيء عم بيصير فوق؟ اول نقطه يلي انطرحت بالاجتماع هو هذه احد المواضيع اللي انطرحت بالاجتماع. ما حفوت بالتفاصيل، بس اللي بدي اقوله انه كل شيء نحط على الطاوله بالاجتماع. نعم، الرئيس مئات يحمل حدا مسؤولية اللي صار؟ ما بدي فوت بالتفاصيل، بس الكل بعتقد بيتحمل جزء من المسؤولية. استاذ روبير، رئيس عصام فارس اليوم بيقول خطف المطرانين انتهاك للمقدسات وطعن للعيش المشترك. مطرانين ابراهيم ويازجي يعني، وفي اتصالات انت كأرثوذكسي بطرابلس، وهل تخشى على المسيحيين في سوريا؟ شو بتعلق على هذه المسألة اللي صارت؟ اكيد انه شغلة هيدي منا مقبولة. نعم. وشغلة انسانيا مش مقبولة، وكمان سياسيا مش مقبولة، وأكثر من هيك أنا حقيقة بعتبر أنه الخسران الأكبر بهالموضوع هي المعارضة السورية. وأنا بتأمل، ما بعرف مين خطفهم وما بدي أتهم حدا، بس بتأمل أنه بالتدخلات اللي عم بتصير وبالمساعي اللي موجودة، المساعي اللي عم بيقوموا فيها الجميع، نوصل لنتيجة إيجابية. بدي أقول بس نقطة هون، وبدي أربط هيدا باللي عم بيحصل على القرى على الحدود. نحن عم نسمع، سمعت أنا بأول الحلقة اليوم عم نقول إنه حزب الله عم بيدافع عن القرى الموجودة على الحدود. صحيح. طيب أنا بدي أطرح سؤال، طيب هلأ انخطفوا مطرني اثنين بلبنان، هل بيعني إنه كمان لازم نروح نحن نقاتل كأرثوذكس ناخد 1000-2000 واحد نروح نقاتل بسوريا مشان المطرانين اللي عم بيصير اليوم بسوريا وجر حزب الله؟ بعتقد هو ضرر لحزب الله وضرر للبنان كتير مهم، وأنا ما عم بفهمه صراحة، كتير مهم إنه ينوضع حد له. أستاذ روبير، هل طارت الانتخابات النيابية؟ أنا بقول إنه صعب إنه تطير، لأنه لثلاث أسباب. الكل الكثير عم بيسعوا انه يطيروا الانتخابات، ولكن صعبه. اولا لانه في طعن، قدرت فهمت بس الموقف مش العون اللي عبر عنه الا عون امبارحه، يعني انه بيقول انه نحن مستعدين ننزل على الانتخابات بقانون الستين. طيب شغلوا البلد 6-7 اشهر بقانون انه بدهم لقاء الارثوذكس، هلا عم بيحكوا بالستين. قدرت فهمت الموقف؟ في شغله ما فهمتها قبل هيك. إيه؟ نحن بكل بلاد العالم في خلافات على قوانين الانتخاب، وقانون انتخابي بيقدر يسقط او يربح حزب بكل بلدان العالم. لا. بس ما شفت بلد بالعالم اذا ما اتفقنا على القانون للانتخاب منعلق الانتخابات. اللي صار بالحكومه السابقه يلي هو عدم الموافقه على لجنه الاشراف، هيدا جرم بالنسبه للدستور. بس بكره اذا الحزب الاشتراكي قبل المجلس الدستوري هذا الطعن، ما بتعتقد نحن فاتين على مشكله كبيره؟ يمكن في هودي اللي ترشحوا قبل 16 نيسان اخر شيء يطلعوا بالتزكيه، نحن مش فاتين على مشكله بهذا الموضوع؟ طبعا. وبعد هالمشكله في مشكله الطعن الرئيس الجمهوريه. صحيح. اذا صار في تمديد 100%. ومن بعدها كمان في مشكله الاعتراف المجتمع الدولي بلبنان اذا ما صار في انتخابات. بكره اذا ما صار في انتخابات وراحت الحكومه طالبت بموضوع بمساعده من الامم المتحده مشان موضوع النفط، مين بده يرد علينا؟ نحن فايتين في اكثر من موضوع ممكن يعرقل، مهم ما نوصل لفراغ بالسياسه. بس منك شايف انه رايحين على فراغ؟ لا ما بعتقد.
ممكن تمديد، ممكن يعني تأجيل تقني للانتخابات 7 شهور. هو الدستور شو بيقول؟ بيقول كل 4 سنين، إذا 4 سنين ونص ما في مشكلة، نحن بعدنا عم نحترم الدستور وعم نحترم دورية لا. الانتخابات. أستاذ روبير، هل أنت مع ما قام به النائب معين المرعبي؟ لا. هل إذا كنت يعني طرح الموضوع الحصاني بمجلس النواب رفع الحصاني بتصوت لرفع الحصاني؟ بكل صراحة ما بعرف شو البعد القانوني للموضوع، بس أنا ضد اللي نعمل وبتأمل أنه ما يتكرر. بس صار في اجتماع بترابلس تضامنا معه. أنا ما كنت بالاجتماع. بتحب كنت تكون؟ لا. لو دعي. وقال لك كنت. دعيوك؟ لا. هناك عدة صيغ لتشكيل الحكومة وتباعد بين حكومات سياسيين وحكومة تكنوقراط. هل نحن ذاهبون إلى تصريف أعمال طويل؟ هلا اللي عم ينحكى فيه هو حكومة مختلطة. نعم. أنا بهالموضوع بدي أقول شغلة كتير مهمة. نحن جربنا حكومتين. نعم. حكومة وحدة وطنية وحكومة أكترية. 2 ما مشوا. ليش ما مشوا؟ مشوا بسبب الخلافات. لبنان الشعب اللبناني بده حكومة فعالة، ما بيهمه شكل الحكومة، ما بيهمه حصص الكتل، بيهمه حكومة فعالة. وأنا بقول بعد ما رئيس الحكومة استشار الكتل، اليوم الكتل صاروا شريك، هن بيشكلوا الحكومات، ما بقى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بيشكلوا الحكومات، الكتل بتشكل الحكومات. هيدا بدعة جديدة. نعم. أنا عم بقول إنه رئيس الحكومة بعد ما استشار الكتل يعمل حكومة أوادم وحكومة ناس كفؤين وما يرد على حدا ويمشي. هلأ بيبقى بعد شغلة واحدة، إذا طايفة بأكملها امتنعت من الاشتراك بهالحكومة، هذا بيعني عمليا شغلة واحدة، إنه نحن انتقلنا لنظام فيدرالي، وبالنظام الفيدرالي ساعتها حتى قانون الأرثوذكسي صار يمكن معه. شكرا روبير فاضل، أهلا وسهلا فيك، على أمل لقاء آخر أكثر يمكن طولا. أهلا وسهلا فيك أستاذ روبير، مبروك نجاح بادر. بالختام 18 سنة تحية من جامعة روح القدس، الطالب جيمي فياض اللي قدم وأرسل إلى LBC يعني عنوان وتهنئة لبرنامج كلام الناس 18 سنة. نختم في حلقة ليلة، تصبحوا على ألف. كلام الناس حلقة وشي برنامج كتير منيح بيوصل شو العالم انه اراء العالم. برنامج كتير حلو لان يعني اجمالا اغلبية الناس بتحضره ومشهور. كتير مهم، برنامج حلو قوي كسياسة، يعني بيفرجيك كذا رأي بالبلد. برنامج كتير حلو، بيعطي اراء مختلفة كتير، حرية للكل، ما حدا بيخاف يحكي عليها. كتير حلو، رحنا بهالوقت حاشي بطلع لنا برنامج هيك منيح ومناسب، ويعني بيعالج كل المواضيع ان كانت سياسية او اجتماعية. برنامج كثير حلو لانه عن جد بيلفت كل اراء الناس، فين يعطوا رايهم بهذا البرنامج، وبيضوي على امور كثير مهمة بالمجتمع، وبيعطي راي الناس، هيك انا بشجع يعني كل واحد يحضره. برنامج حلو موضوعي، بس لازم يستضيف اكثر شباب. كثير بحبه لانه بحس انه بيخليني افهم السياسة اكثر. يعني وقت يصير في ديالوج بما انه بتشارع على طول بيجيب طرفين مختلف سياسي، بفهم وجهة نظر كل واحد. ومارسيل غانم هو دايما بيكون عقده، بيحشر اللي بيكونوا معهم باسئله بصيروا ما بعود يعرفوا يجاوبوا، وعنده شخصيه كثير قويه. انا شخصيا كثير بحبه، بحسه انسان مثقف، مقدم جيد، يعني بيعرف يعني مهني جدا، بيعرف حدوده وبيخلي حدا اكيد من ضيوف يعني يقطع هالحدود. انسان مهم مثقف، عنده تفكيره، علامة قوي هو، وبس تحضره مثلا بيكون نفس النايب نفس السياسي معه او مع حدا تاني، بتحس انه بس يكون معه بيكون نسبة المشاهدين اكتر. بتصور من اقوى علامة شايفه، اقوى توك شو يعني كمحاور، كتير كمان موضوعي وفهمان كتير، يعني انه كتير مخدوم ومرتب وله مركزه. مارسيل غانم يعني هو القصة كلها بفيها، اللي هو بتحسه بعد شوي رح يبقى وزير. كتير قوي لانه بيعرف اي متى يطلع الشغله من السياسه بلا ما يحس، ولا مره تخبط السياسيه. لا، رجل ناجح كتير وصريح، ما بيكذب، يعني كل شيء بيشوفه بيحكي. مارسيل غانم علامة قوي. مارسيل غانم شو ما احكي قليل عليه.